أول عيد غريب سمعت عنه كان في أسبانيا، حرب الطماطم، بيستمر لحد أسبوع كامل من شهر أغسطس من كل سنة. بيتم هدر أطنان وأطنان من الطماطم في اليوم ده أو في الأسبوع ده، وكمان بيتم هدر مية عن طريق تنظيف المكان برش أطنان. تاني عيد سمعت عنه هو التشيز رولينج في إنجلترا أو دحرجة قرص. من طقوس الاحتفال إن هما بيدحرجوا أقراص من الجبنة من أعلى تلة كوبر، والمتسابقين بيجروا وراها، واللي بيوصل لها هو اللي بيفوز. وده تقليد من أيام العصر الروماني، وكانوا بيعتقدوا إن ده تقليد احتفال بالسنة الجديدة. تالت مهرجان هو مهرجان القرود في تايلاند. أهالي مدينة تايلاند بيقدسوا جدا القرود لسببين. أول سبب سبب ديني وهو الديانة البوذية، وتاني سبب إن السياح بيجوا كتير جدا لتايلاند علشان يحتفلوا بالقرود دي. رابع مهرجان هو مهرجان الشوكولاتة في باريس في فرنسا، وده بدأ سنة 1993. والمهرجان ده ما كانش قايم بس على إن الناس تروح تاكل شوكولاتة، لكن كان هناك بيشارك أكبر مجموعة من النحاتين اللي بيقوموا بعمل تماثيل من الشوكولاتة. النحاتين كانوا بيقوموا بعمل تماثيل لأشهر مصممين الأزياء وللمشاهير والفنانين، ومن أشهر مراسم الاحتفال هي شلالات الشوكولاتة. المهرجان الخامس هو مهرجان تينكو أو اضرب جارك، وده موجود في بوليفيا. المهرجان ده بيكون في شهر مايو، وبتقوم فيه بأن انت بتضرب جارك، وبيعتقدوا أن الإله الباتشا ماما بيحتاج أنه يشوف الدم. الفكرة من رؤية الدم هي التأكد من أن الناس عندها محصول جيد. التقليد ده عمره 600 سنة، وزمان كان بيؤدي الاحتفال ده إلى موت أشخاص كتيرة، لكن دلوقتي اهتمت السلطات بان هي تسيطر على الاحتفال ده عن طريق الامن، وان هم ما يوصلوش لمرحلة الموت او لمرحلة الجروح. الاحتفالات كتيرة جدا، بس اللي خلاني اتكلم النهاردة في الاحتفالات دي ان النهاردة الفرس والاقراد بيحتفلوا بعيد اسمه نيروز. الاحتفال بالعيد ده بيكون 21 مارس من كل سنة، وهو اسمه عيد العام الفارسي الجديد، وطقوسه هي انه يكون في مائل. الناس اللي بتحتفل بالعيد ده هم الفرس والأكراد أو بلاد فارس اللي هي تعتبر إيران، وطبعا من ضمنهم تركيا. الاحتفال ده بشكله والاحتفال بيه والمراسم بتاعته يشبه جدا الاحتفال بعيد الربيع المسمى بشم النسيم. من الطقوس بتاعته أن يكون في مائدة كبيرة عليها ثوم وعملة نقدية وفاكهة مجففة وخضرة وذهب وحلويات وسماء ممراء، غير طبعا القرآن الكريم وسمك أحمر وفاكهة طازة ومكسرات. الأعياد كتيرة جدا وكل يوم في احتفال جديد. لو عايزين تعرفوها شوفوها على البلوك، اللينك اللي موجود على الانستجرام. ما تنسوش تبعتولي أسئلتكم وتابعوني على كل مواقع التواصل عشان تعرفوا كل جديد.